داك الصروحة زي ما هذا يسمى في الكبري تدخلوا لداخل وسط الماء ما يدخلوا الناس إلا وقد يبصروا حقهم توكلنا ويبصروهم لا حد يقع مصاب في مسجد عدو طالع وسط داخل البحر على كبري لا داعي له هذا كبائن كله كبائن ما يدخل يجي له يستأجر له عشان حتى بالرياض دحين اول كم ما مشي بالرياض عشان عشان بدور الصعود خلاص اللي يشتكي بقول لا 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 هذه جبنة نسوي نشتهي جبنة نشتهي أمين معاهم جبنة وخليها لا تصعود